صحيح يا ولدي أنا ما عندي حلال وعلى المعاش، بس هذا اليوم ما نسيته. لا تقول كذي يا يبا، أنا بيك سالم. لا تقاطعني يا ولدي، جمعتك مبلغ حق هاليوم يساعدك على تكاليف العرس، خصوصا هالبنت مو أي بنت، وما بيك تعيشها أقل مستوى اللي هي تعودت عليه. الله يهديك يا يبا، دام رضت فيني أكيد بترضى بالعيشة اللي أنا فيها. وانت ما عليك قاصر يا يمه، دكتور ناجح والحمد لله، وين بتلاقي احسن منك بطيبتك وباخلاقك وثقافتك يا يمه. الله يخليك لي ويخليك لي يمه. شوف البشت اللي شريتها لك. مشكوره. اقول يبا هذا مو كنا قصير؟ اي قصير عشان الدشداشه تبين من تحت. والله انت اخبر يا يبا. شوفوني على شي راح البس في العرس. بسم الله عليك. شو مش لابس هالمينونة؟ الحين قولي لي شو راح نسوي؟ المشكلة ان ايه اليوم ما داومت. امبي والحل شنو؟ انا عندي فكرة. قولي يا ام الافكار. ايش رايكم نجيب ليموزين ياخذها يوديها مطعم واحنا نكون ناطرينها هناك؟ امبي يا شيطانة، فكرة وايد حلوة. بس لحظة، هي راح تركب ويا الريال على اي اساس؟ يعني ما يصير. اي هم صدق ترى مو معقوله. عيل احنا نكون فيها. اي اذا كذي حلو. عيل يلا قوموا من الحين قد جهز حق عيد ميلادها. يلا قوموا. شكرًا تاج. هلا حبيبتي. عندك شيء اليوم؟ لا ما عندي شيء، قاعده. ما ادري حسبالي عندك شيء. ليش بغيتي؟ في موضوع بيقول لك عنه. ريهام. الو. هلا ريهام. هلا بصوت. هلا والله. غريبة دق علي اليوم. لا. ايه لانه من زمان ما طلع رقمش تليفون. ايه مش حقه، مش حق امي بعد. خلاص خلاص ابلغ خالي همك. اي مكان؟ ايه لا لا خوش مكان هذا. ايه شكلكم فالين هاليوم. خلاص 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 يبا ما قاعد انكت. خلاص فيش انت كلها نفسك خايسة. يلا اوكي اوكي باي. أنا شنو شايف روحي يا جماعه؟ خلاص يبا خلاص، صدقيني شكله الدكتور مخرف ولا يفتهم شيء. جراح هو ما قال كذي، انا متاكد ان البيبي في شيء. يبا مو خليه يطلع ذاك ساعه يصير خير. لا تعرف يعني شنو الطفل مشوه؟ الدكتور قال ان البيبي مشوه. ساره يا حبيبتي انا بعد مثلك متضايق، بس لازم نؤمن بقضاء الله وقدره. صدقيني اللي من الله يبا حياه الله. ونعمة بالله. ويا يبا ان طلع بالياهل شيء الله لا يقوله، لا اودي اكبر مستشفى بالعالم وعالجه. ايش تبين بعد؟ ولي يا ربي اختك ساعة تبدل فوق. ريماس يلا يلا يا ريماس. ساعة عشان تلبسين؟ أنا بعرف أنت ما تدري إنه فواز عصبي. وايش أسوي؟ إنزين ريم وينها؟ إيش لتشوف ريم؟ ريم عندها عملية باكر الصبح ما هي جاية. يلا. أنتوا تطولون بسوالف. يلا يلا يلا. <تصفيق
صدامه. والله عورتيلي قلبي يا يما. خلاص شنو خلاص؟ بدري مستقبلي وتقولي خلاص. فواز شوي شوي. فواز ايش فيك تبي تدعم فينا من يوم طلعت من المطعم وانت طاير؟ فواز شوي شوي. شفتي نفسك شنو قلتي قدام امي؟ واي ذكرتي انت الحين على هالسالفه؟ انت من صدقك زعلان من كذي؟ فواز اذا امك بروحك قاعد تقول عنك ابو ريا جاي تزعل مني؟ بسيطه. راح تعرفين ان فواز ريال وستين ريال. ريهام ايش قاعد تقولين؟ بس يلا عاد سكتي. يصير خير يا ريهام. يصير خير. خليه يحتك مع الصبيان اللي بعمره لا يتعقد. اي تعقد الله يهداك. خله بالاول يعرف يلبس هدومه. تعقد انت حس بالك ان ولدك ريال يعني؟ لا تقولين كذي قدام الولد. ايش فهمه؟ ولدك توه صغير. يبا سمعت امي ايش تقول عني ان انا مو ريال. لا انت ريال بس انت فاهمه غلط. انت ريال وعم الريايب. هذا ريال عمره ما راح يصير ريال. انت حس بالك ان ولدك ريال يعني؟ انت حس بالك ان ولدك ريال يعني؟ فواز شوي شوي ايش فيك قاعد تسوق كذي؟ فواز هدي ايش فيك شي مسرع؟ ايش فيكم قاعد تطالعوني كذي؟ ايش سويت يعني؟ استانستي الحين؟ زين ما نزلنا في الشارع، في واحدة تقول حق ولد خالتها انت مو ريال؟ ايش فيها يعني؟ انا ما قلت شيء غلط، اذا امه هي بروحها قاعد تقول لها الكلام الحين جت علي انا يزعل مني ويسوي اللي سواه؟ وانت ايش لك فيها هو امه؟ شنو ايش علي؟ ما كان له داعي اساسا يسوي اللي سواه، ايش دعوه علي كذي عصاب ونفاس وقحاص؟ شنو وين قاعدين احنا؟ انا اول مرة اشوف فواز معصب بهالطريقة. اي والله حتى انا اول مره اشوفه بهالطريقه يعني كلش ما توقعت فواز كذي بالطقاق اللي طقه اللي سمعكم يقول الحين اول كان يهمني علشان الحين اهتم فيه. ريهام استحي على وجهك هذا ولد خالتك. Thank you.
هايات حبيبتي. دلال ايش فيك علي وليش تغيرتي معي؟ ماكو شيء. سلامتك. شلون ماكو شيء؟ ولا احس انك متغيره معي. انت من اختبش طلال وانت اللي متغيره علي وبدون ما تحسين بنفسك. حرام عليك، انت غلطانه. انا ما اعتبرك الا اخت وصديقه وهالشيء ما حصل. على العموم الله يوفقك بحياتك وانا ما فيني شيء. الفالت يا رب. انا اليوم باخذها اجازه عشان ازهب نفسي شويه حق العرس. ان شاء الله. ماشي يلا. على اذنك. تفضل. هذا كشف بأسماء الأمهات اللي عندهم أولاد معاقين. جبتي لي أسماء زوجاتهم بعد؟ بعد؟ إي بعد. وليش ننسى دور الزوجة اللي ضحت بنفسها ودارت ريلها وضحت بمتاع الدنيا كلها علشانه؟ معاش حق أستاذة. انطيني يوم واحد وإن شاء الله أجمع لك أكبر عدد ممكن من الأسماء. إي عفية فجر. عن إذنك. منو موجود؟ ما أعرف موجود. بابا مريهام نايمة. نايمة؟ أي بس ما في أحد. لا شوفي هذا مشان أنت. أوكي أوكي. هذا روح الجمعية. زين جيبي شاي جيبي أي شيء. أوكي 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 أوكي. يلا جمعية بعيد مو هني قريب. هذا كبير. ها أوكي أوكي. يلا سلام. هلا والله. شلونك؟ هلا والله. شخبارك؟
زيد فضلك. ها شفتي نتيجتك؟ لا والله ناطرة الزحمة تخف عشان اروح اشوفها. زين هذه نتيجتك. صدق؟ اي. واي بشكر دكتور احمد. لا شكر على واجب، هذا واجبي. عجبتك الدرجة اللي اعطيتك اياها يا رماس؟ اي دكتور وايد حلوة، مشكور. تستاهلين اكثر يا رماس. كل هالاكل انت بتاكله؟ عيني اذا باكر طلع ولدك ويا البيبي بالله ايش بتسوي؟ ايش بعطيه؟ بعطيه عين بكري. تبيني اقص؟ حياتي اسم الله عليك، انا ما بيعطيك عين، بس انا خايفه عليك، اخاف يصير فيك شيء من هالاكل مو زين. هلا ابو عادل. هلا بالحبيب. اي والله قاعد اكل. خلاص جهز الشغل وانا اجيك اعطيك اياها على خير. فما لك منو هذا؟ منو هذا ابو عادل وشنو الاغراض اللي انت بتعطيها؟ اخاف. اقول قلت لك جيني، ترى ماني خلق ساري. شفت؟ شفت جراح؟ انت من تاخذ الزفت هذا نفسيتك تصير زفت، بعد ما تحاجه. جراح كافي، يعني انا معك لوين بنوصل؟ ولين ولين، الصبح حنه بالليل حنه. خلاص يبا انا بمشي، اخذي الاكل هذا كل اكلي بروحك. تعال وين رايح؟ بروح النادي ابركلي. شنو ما في احد؟ شنو هذا؟ من يدخن عندنا؟ تينا؟ تينا؟ نعم. مال منو هذا؟ هذا مال مستر فواز. خلاص اوكي روحي. فواز شيابي من الصبح وما في احد بالبيت. خلا اروح اقعد ريهام وابشرها بنتيجتي واشوف شنو هديتي منها. هلا رموسة حبيبتي، شلونك؟ وين انتي؟ دارج؟ توك واصله من الجامعه. اي ريهام وينها؟ نايمه للحين. هاي من عندك؟ ريم. يلا اوكي شوي طالعه ويايتكم. تبون شيء؟ ماشي حبيبتي، مع السلامه. يا سلام يا سلام يا سلام، اشوف اليوم كشرتك مبطله من هني لهني، مو عادتك. لا بس عندي لكم خبر وايد حلو. خير ان شاء الله، شنو هالخبر؟ شو تتوقعين؟ ريما ترى عاد مالي خلق، حتي دايخه وبيروح انام. واي اكرهك. شنو هذا؟ نجحت. ايه
بس ان شاء الله مو على الحفه عاد. عفا يا ريم، انا على الحفه؟ لا عفيه علي، شاطره شاطره. يلا عاد شدي حيلك بالهديه. لا حبيبتي، الهديه العوده بتاخذينها من ريتاج، اما انا وريها مو علي، هدايانا هيل كبر. ما يخالف راح تعجبني عادي، اعطيني. انزين، قلتي حق ريهامو؟ لا، طقيت عليها الباب ما ردت علي، ما حبيت افتح الباب عليها، قلت خاف نايمه. اي وعليا اكيد تلاقينها نايمه، خلاص لقعدت روحي بشريها، يلا. وين رايحه؟ ماكو، بروح داري انام اريح شويه، تعبانه من الدوام. واي ما ابي اقعد بروحي. وي ريماسو، دقي على رفيجتش دانا خليها تي تقعد معك في البيت شويه. وينها دانا المسكينه؟ لا هي بسالفتها، وبعدين خاف ادق عليها واقول لها تقول قاعد تحرني. هاو ايش حق تحرينها؟ اساسا المفروض تفرح لك لان انتم رفيجات من عمر، وغير كذي الحين شياب قاعد يدرسون، ما وقفت على دانا الله يهداها. يلا انا بروح ارتاح شويه. كاكارا توجيت. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله رموسه رد مبكر اليوم. اي ادري انك مستغربه بس الحين بقول لك. سكتي انا بقول لها. نجحت. صدق؟ الف الف مبروك، اعطوني بوسه. لا والعلامات عاليه بعد. الف مبروك يا حبيبتي. مو بس مبروك وخلاص، ابي الهدية اللي وعدتيني فيها. هدية؟ أي هدية؟ نسيت، ذكريني فيها. مو قلتيني بتغيرين سيارتي؟ وليش تغير لك سيارتك يا حلوة؟ سيارتك ما صار لها سنة عندك. خلاص، بنغير لك السيارة، بس مو الحين، بعد ما نخلص من عرس ريم. لا والله، وليش أنا هم على قلوبكم بتخلصون منه بسرعة؟ لا يا حبيبتي، منو قال كذي؟ بس حبة حبة. ما يخالف، أنا راضية. عيل وريهام ما اشوفها. اي نايمه، طقيت عليها الباب ما ردت. ريم روحي قاعدي ريهام خد تغدى معنا. ان شاء الله. وانت تعالي خلنا نقعد مع بعض. اوكي بس اودي شهادتي فوق وي. اوكي حلو. هذا الكيس حق منو؟ مستر فواز. فواز؟ ايه. زين اخذي ودي داخل. هذا انت يا ريهام وخلصت منه. عشان تفتخر فيك امي، تفاخر فيكم امي. خزي خزي خلاص منك. أنا مريال مريال. شفتي الريال ولا لا؟ شفتي الريال ولا لا؟ أنت جايك الدور تبسمي. جايك الدور جايك الدور. لا طالعيني بعد. انت بعد هيك الدور. قاعدة أسهب القرفة حق أخوك؟ ما باقي شيء وتي العروس؟ وليش؟ أنا مو عاجبتك. وشنو يعني مو عاجبتني؟
ليش يعني ليش ما تقولي لي انا انظف الغرفه؟ وتش بتسوين بعد؟ في خدم هم بينظفون؟ لا انا بخم نفسي. ها ريهام، بسم الله عليك حبيبتي، ايش فيك حبيبتي؟ ريهام، ايش فيك حبيبتي؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم، ريهام حبيبتي، الصاير؟ أنا أختك ريم حبيبتي، ريهام قولي الصاير، تركي صورتي، هذا تركي هو ولدك صح؟ بلى أرد عليه؟ ليش؟ ايش فيك؟ ريهام ارد علي انا؟ خليني ارد علي حبيبتي. يا الله يا ربي صاير؟ زين تحكي قولي. شو تسوين يا رتاج اليوم حق ريماس؟ اخذهم تعشى برا. قومي معي حبيبتي قومي، قومي فوق على السرير قومي. ريهام حبيبتي ايش فيك؟ ريهام كلمينا، ريهام ايش فيك يا ريهام؟ ريهام ريهام حبيبتي ردي علي، ايش فيها؟ ما ادري يا رتاج ما ادري، حسرتي على اختي. ريهام حبيبتي زين كلمينا قولي لنا ايش فيك ريهام؟ ريهام 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 حبيبتي ريهام كلمينا، ريهام ايش فيك؟ ريهام زين ردي علينا وحس ردي على اختي. ريهام ريهام يا قلبي ريهام ريهام ردي علينا ريهام ريهام. يما. هلا يما. ايش صار بموضوع ابوي اللي ما ادري من وين طلع لنا فيه؟ والله للحين ناطرين موعدنا مع المحامي، بس الموضوع مو بس كذي يمه. هايل شنو؟ انت مو ناقصه يمه، بس لازم اقول لك. قولي قولي، ما قمت انصدم من شيء. شو اقول لك؟ ابوش تو صاكه مني التليفون وقال انه يوم الخميس ملكتك على ولد رفيجه وعنده عادي. يلا عادي يلا، بسكم تبيعون تشترون فيني، كافي، ترى والله اذبح نفسي وفكم مني، والله. يا حسرتي ما ادري اختي ايش فيها، وايد خايفه عليها. والله ما ادري يا ريتاج، المشكله ان هي مو راضيه تتكلم ولا تقول ايش فيها. وهذا الثاني فواز ليش ما قاعد يرد علي؟